نروح بقى لأخبارنا والخاصة بالفريق ونطمن ونتابع كده مع حضراتكم ان الاهلي تابع تدريباته امبارح كان بدون راحه استعدادا لمباراه طبعا سموحه على استاد الاسكندريه باذن الله ضمن منافسات الجوله ال 23 وبطوله الدوري طبعا الممتاز المحببه لينا جميعا واللي ان شاء الله يستعيدها مره ثانيه لان هو ده الطبيعي يعني الدوري مكانه مع الاهلي صح ولا ايه؟ مليون في المية. طيب خليني اطمن حضراتكم انا وكريم برضو على طبعا السداسي المصاب حمدي فتحي وعلي معلول وحسين الشحات وايمن اشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم الحمد لله تم شفائهم تماما من كل الاصابات اللي غابوا عنها او عن اثارها عن الفريق وبحسب كمان كلام دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق هم جاهزين تماما عشان يشاركوا في المباريات ان شاء الله من بكره في مباراه سموحه في مسابقه طبعا الدوري كمان محمود وحيد نقدر نقول ان الاشعه للاسف اثبتت اصابه في العضله الضمه وغيابه هيكون من اسبوعين لثلاثه علشان يقدر ان هو يعود مره ثانيه يعني للاسف الشديد ده برده خبر ما هوش افضل شيء بس المهم ان احنا اطمنا على السداسي بتاعنا فلو في اي مستجدات برضو هنوافي حضراتكم اكيد بيها. بصوا حضراتكم بتتكلموا على ايه؟ يعني انا مش بتقول لكم مثلا ان في لعيب مصاب، اثنين مصابين، بتقول لكم سداسي، وبعدين لو تفتكروا اخر ماتش خاضه النادي الاهلي كنا تقريبا عندنا 11 يعني حاله غياب، يعني فريق كامل غايب ومع هذا بسم الله ما شاء الله والله عاملين شغل اكثر من ممتاز.